حمزة بوراس، أنت كذلك من الأشخاص اللي يعني مريت بكثير من المراحل ممكن صعبة في مسارك، هذا مسار الألواح الشراعية. لكن قبل ما نسقسيك حمزة، أنا على بالك بلي درت تحدي معك، وذاك التحدي خليها لكم مفاجأة، نشوفوا إلا فزت فيه ولا ما فزت. تبعوا معنا. السلام عليكم حمزة، واش راك؟ الحمد لله. دونك مشاهدينا، اليوم عندنا تحدي تاع الالواح الشراعيه مع بطل الجزائر وافريقيا والممثل الوحيد اللي راح يروح اولمبياد طوكيو لهذا العام 2021. عندنا تحدي معاه، واش راح نديروا حمزه؟ راح نديروا تشالنج، نبداو ان شاء الله نعلمك كيفاش تمارس هذه الرياضه الالواح الشراعيه. تربي يعني نقدروا نبداو؟ يلا بسم الله. يا تربي. تشالنج هذه فوالا لا بلونش بور توتاج كاع العمر، كاع كامل العمر، هذه اللي تعلم الناس يبداو يتعلموا بها. محمد محمد زيد خلط خلط ما تخاف زيد محمد خويا يبان عليا بلي ما كنتش حايب نولي. برافو، حبيت تقعد لتما. نقعد.